أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أنا طاهر بركة أحييكم، أقدم إليكم سلسلة جديدة من برنامجكم الذاكرة السياسية، هذه المرة مع الوزير العراقي الأسبق الشيخ كريم حسن رضا التميمي. أهلا بكم معنا معالي الوزير. أهلا ومرحبا. قبل أن نبدأ بالحوار، بطاقة تعريفية شخصية بكم للمشاهدين لنستحضر معهم ذاكرتك في سلسلة هذه الحلقات، فشكرا لوجودك معنا. مشاهدينا الكرام، بطاقة تعريفية شخصية بضيفنا الكريم قبل أن نتابع. الشيخ كريم حسن رضا التميمي من مواليد العام 1944 في ديالى، انتسب إلى صفوف حزب البعث العراقي في العام 1958، تدرج في المراتب الحزبية حتى أصبح أمين سر فرع بابل. كان حاضراً في قاعة الخلد في العام 1979 عندما أعلن الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين عن وجود مؤامرة ضده وأحال المشتبه بهم على المحاكمة. اللي راح أقرأ اسمه يقوم يردد الشعار ويلحق ربعه. طاهر أحمد أمين، إسماعيل إبراهيم النجار. عايش فترة الحرب العراقية الإيرانية، وتم تعيينه محافظاً لميسان من العام 1983 حتى العام 1987. في العام 1987 تم تعيينه وزيراً للزراعة والري، وشهد هذا العام انهمار مطر غزير، وكان ثمة خشية من أن تفيض خنادق الجنود بالمياه، لكن الوزير التميمي شكل لجنة متخصصة وبنى سواتر، وهو ما حال دون تسرب المياه إلى الخنادق. في العام 1989 تفاجأ بخبر إعفائه من مهامه في وزارة الزراعة بعدما تبلغ القرار من نشرة الأخبار. في العام 1991 تم تعيينه محافظاً للنجف، وبقي في المنصب حتى العام 1994. أداؤه الجيد دفع بصدام لإعادة تعيينه وزيراً للزراعة، إلا أن خلافات وقعت بينه وبين حسين كامل وزير التصنيع العسكري وصهر صدام، فتم تلفيق تهم زائفة له ورمي في السجن. أفرج عنه بموجب عفو خاص في العام 1996، وتم فصله من حزب البعث ووضعه مؤقتاً تحت الإقامة الجبرية بعدما رفض العودة إلى الحكومة والحزب. في العام 1998 تم إلحاقه مع آخرين بالاتحاد العام للتعاون من دون أي دور، وبقي فيه حتى سقوط النظام في العام 2003. معالي الوزير، البداية ستكون مع اجتماع قاعة الخلد الشهير في 22 من شهر يوليو تموز من عام 79 من القرن الماضي، حين أعدم عدد من القادة البعثيين، تلا بعض أسمائهم الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين شخصيا في ذلك المؤتمر أو الاجتماع الشهير المأساوي كما كان بالنسبة إلى عدد من القادة وأهاليهم في حزب البعث. كيف تبلغتم بهذا الاجتماع وما كان سبب الدعوة؟ كنت حينها عضو في قيادة فرع البصرة للحزب، وتبلغنا من مسؤول الحزب كان آنذاك المرحوم راضي حسن سلمان أمين سر الفرع. تبلغنا على أساس ندوة للكادر الحزب المتقدم، يعني مؤتمر القطري والكادر الحزبي المتقدم. البصرة بعيدة عن بغداد، ومحدد مكان الاجتماع في قاعة الخلد. خرجنا بسيارات، يعني كان المحافظ المرحوم السامرائي. نحن نتحدث عن ماجد عبد الستار السامرائي. نعم. عبد الستار السامرائي وأعضاء الفرع. كان معكم إحسان رفيق السامرائي وبقية أعضاء الفرع. وبقية أعضاء الفرع. نعم. وأعضاء قيادة شعب وفرق معانا أيضا. هذه معروفة بالمؤتمرات القطرية، الصير يصعدون يعني على عدد الأعضاء العاملين بالحزب. وصلتم إلى المبنى ودخلتم، ماذا رأيتم؟ احنا طبعا طالعين من البصرة ومسافة طويلة، وصلنا صباحا رأسا على قاعة الخلد، يعني تعبانين سهرانين.
بس ما كان عندكم أي مخاوف بتلك اللحظات؟ أو مخاوف أي شيء مخاوف كذا؟ ماكو. ندوة اعتيادية أو أي أساس. أو أي معلومات أو أي لم يتنهى إلى مسامعكم أي شيء؟ أبدا. أنا شخصيا يعني من دخلت القاعة دخلت لحد الآن أذكر أخذت إلى جهة اليسار يعني بالقاعة، وتقدمنا بعد الكادر الحزبي، إحنا رايحين بكير، كان أعضاء من القيادة القطرية وليس كل أعضاء القيادة القطرية يجلسون في الصف الأول، وإحنا أعتقد أنا قاعد الصف الثالث أو الرابع بعد القيادة القطرية. بس جلب انتباهني شخصيا وجلب انتباه بعدين الرفاق أن أول ما دخلنا القاعة هناك مدنيين يحملون سلاح رشاشات كلاشنكوف، والجو يعني ما هو طبيعي، جو عاصف أمني متوتر مكهر. نعم نعم، مدنيين يحملون رشاشات بقاعة لاجتماع حزبي ما مألوف بالحزب ما معروف. هل كان في تعامل أمني خاص مع بعض الأعضاء؟ ما صار. أعضاء القيادة ما صار فقط. كان في ما كان في اعتقالات ولا شيء برا؟ لا لا، احنا دخلنا بعد اي شيء مصاير يعني بدء للاجتماع. هذا يوم 22 تموز 79. اول ما دخلنا القاعة هذا المظهر يعني احنا يعني انا شخصيا استغربت والاخرين اللي وياي استغربوا. ما قعدنا طويل يعني احنا حتى دخل صدام حسين الرئيس العراقي الأسبوع. نعم، ودخل مع رفيق عزت نائب الرئيس عزت الدوري. نعم عزت الدوري، ودخل عضو قيادة قطرية محي الشمري معهم. نعم دخلوا وصعدوا رأسا على المنصة. من صعدوا على المنصة الرئيس صدام تكلم قال الرفيق محي يعني راح يحكي لكم على مؤامرة كذا 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 يعني. هون عم نحكي عن عبد الحسين الشمري. عبد الحسين الشمري. نعم اي عبد الحسين الشمري، بس هو يعني اسمه يعني الحزبي مثل ما ذكرته. فبدأ يقرأ قائمة. الملاحظ على محي الشمري من يقرأ أسماء اللي بالقائمة يعني فكرة شارد، ينظر هيك للسقوف كذا وقلق يعني مكان متوازن. فالمهم بس شو التفسير برأيك؟ عرفت شيء بعدين أو إنه ما كان راضي عن هاللي عم بيصير؟ والله التفسير يعني أما خوفاً أو ربما يعني ضاف شيء بالمعلومات على اللي ذكر أسمائهم أنهم اللي ذكر أسمائهم كانوا رح ينعدموا كمان ولا لا؟ هو لحد الآن جاي يقرأ أسماء اللي بالمؤامرة. إلى الآن قرأ يعني عن المتورطين بالمؤامرة. منهم كان غانم عبد الجليل ومحمد عايش. نعم وعدنان. نعم الحمداني وعبد الخالق السامرائي. ستة من أعضاء القيادة، خمسة من أعضاء القيادة الموجودين، والاسم السادس عبد الخالق السامرائي هو أصلا بالسجن كان محكوم بالإعدام من مؤامرة ناظم كزار عام 1974. كان محكوم إعدام، والقيادة القومية توسطوا يعني يم الرئيس البكر والنائب صدام وخفضوه معبد. هالمرة اسمه وياهم. حكى الشمري قال احنا الستة من أعضاء القيادة احنا بدينا أول اجتماع خارج اجتماع القيادة القطرية الشرعية. عقدنا اجتماع للقيادة القطرية، احنا شكلنا قيادة قطرية، والقيادة القطرية احنا يعني مسمين يعني بيها الست أسماء بما فيها عبد الخالق. نعم، إذن اتهم الأسماء الستة بتنظيم تشكيل يخطط للانقلاب على النظام. نعم، وما اكتفى بهذا. قال إحنا بعد هذا أكو مرحلة أخرى، هو أنه
صارت علاقة مع حافظ أسد. والعلاقة مع حافظ أسد أدت إلى ربط أحد الضباط مقدم أو عقيد سماه سوري بالسفارة السورية، بدأ يتصل بأعضاء القيادة القطرية مقهى على نهر احنا نسميه يعني خارج بغداد اللي غازينو كانت، نعم، يعني هناك يلتقون بها وتصير اجتماعات، وبعدين صاير اتفاق انه بدا يوزع فلوس على اعضاء القياده، وبداوا يتحركون يكسبون من الكادر الحزبي يوسعون. ووصل الحد التآمر إلى أن اقترحوا أو يعني خلوا في هدفهم المستقبلي أن تكون وحدة بين سوريا والعراق، وهاي الوحدة يرأسها حافظ أسد رئيس دولة الوحدة بالقطرين سوريا والعراق، وعبد الخالق سمرة اللي بيكون أمين سر قطر العراق. خلينا بس نستحضر أجواء هذه الجلسة قبل أن نتابع معك في تفاصيل الاجتماع. على الآيباد أمامنا نستحضر ذاكرتنا وذاكرات المشاهدين بشأن ما حصل في قاعة الخلد. اللي راح أقرأ اسمه يقوم يردد الشعار ويلحق ربع. طاهر أحمد أمين، إسماعيل إبراهيم النجار، بدن فاضل، غسان مرهون، أحمد إبراهيم صالح، محمد مناف الياسين، اللي يقرأ اسمه يردد شعار الحزب ويغادر القاعة. حسن محمود طاهر، حميد عبد اللطيف. استمعنا إلى بعض الأسماء التي تلاها الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، هل كان عندك شعور بالخوف؟ مطلقا لا، أنه يرد اسمك أو شيء مطلقا؟ كانوا معروفين يعني بتكتل. أكو تكتل معين. نعم معروف، هو التكتل مو جديد. إحنا بالحزب يعني من نقدر نقول من بداية يعني السبعينات أكو إشاعات تصدر بالحزب عند الناس أنه أكو خلاف بين صدام وبين البكر وبين كذا. يعني هؤلاء جميعهم كانوا جماعة أحمد حسن البكر؟ والله هو اللي صار واللي يعني فهمنا أنه أحمد حسن البكر ما له علاقة بهذا الموضوع. بس هو يعني هي اعتبروها مؤامرة، يعني الرئيس صدام. يعني أنت تعتقد بأنه ما كانش في مؤامرة حقيقة؟ هي مو مؤامرة، أنا مو مؤامرة. إحنا نوصفها البعثيين المنصفين، أكو رأي سائد أنه من كان أحمد حسن البكر أمين سر القطر ورئيس الجمهورية والنائب نائب أمين سر القطر صدام حسين ونائب يعني بالحزب ومجلس قيادة الثورة، نعم، بس هو كان النائب فاعل أكثر من أحمد حسن البكر بالحزب. يعني هو اللي يعني بآخر فترة هو استلم الدولة عمليا قبل أن بالضبط، وهو هي كل الأجهزة الأمنية وكلها هو رتبها وكلها كذا. فكان أكو بالحزب قيادات الحزب، وأنا طبعا مو منهم حتى يعني أقولها ليش ما خفت، أكو ناس يفضلون أن يبقى أحمد حسن البكر رئيس جمهورية وأمين سر القطر. يعني عمليا أراد أن يتخلص من كل من لا يقف معه. ما أحكي لك عن المؤامرة. نعم. رغبة قسم من اللي ذكرت أسماءهم واللي ما ذكرت أسماءهم، أكو رغبة لدى الكادر الحزبي أن يبقى أحمد حسن البكر يقود المسيرة بالحزب والدولة. وأكو آخرين عندهم رغبة أنه صدام هو يكون رئيس وهو يقود الحزب. مفهوم. فهذا احنا نسميه بالحزب تكتل وليس التآمر.
تكتل وليس تآر، يعني جناح في داخل الحزب كان ممكن يكون مثله مثل أي جناح آخر وبنفس داخل الحزب. وبنفس الندوة، ولكن هو اعتقد أنه سيشكلون خطرا عليه. نعم، فتخلص منهم. نعم، بالإعدام. بنفس الندوة، بنفس الندوة تحدث الرئيس صدام، وما كان يمكن 8 أيام هي مرة على استلام المركز الأول بالحزب والدولة، يعني 8 أو 9. طيب، خلينا نتذكر معك ما الذي قالوا، كيف كانت ردود الفعل بعد الفاصل إذا سمحت. نعم. شكرا جزيلا لوجودكم معنا معالي الوزير. فاصل قصير قبل أن نتابع في هذه الحلقة. نعيم حداد من سألوا أعضاء المحكمة أنه أنت كيف تعرف هذا إعدام وهذا 25 سنة وهذا 20؟ قال لهم والله أنا تجيني مكتوبة. أهلا بكم مجددا إلى هذه الحلقة من الذاكرة السياسية مشاهدينا، نتابع فيها مع الوزير العراقي الأسبق الشيخ كريم حسن رضا التميمي. معالي الوزير، أهلا ومرحبا بكم معنا مجددا. كنا نتحدث قبل الفاصل عن ما ذكره صدام حسين على منصة قاعة الخلد في ذلك الاجتماع الشهير. ما الذي قاله غير تلاوة الأسماء، أسماء القادة البعثيين الذين أعدمهم؟ هو الحقيقة بعد أن تلا الأسماء أخذ القائمة من مح الشمري وتلا الأسماء بقوله كل من أقرأ اسمه يغادر القاعة. يردد الشعار، يردد الشعار ويغادر القاعة. هون عم نحكي عن شعار الحزب، أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة، هذا شعارنا. هو كل واحد كان لازم، كان يورد اسمه لازم يقول الشعار ويطلع. هي اصلا انا فاتتني ان اذكرها، انه احنا اول ما بدانا من دخل الرئيس رد الشعار الحزب وصارت الجلسه. هو رده هو الرئيس، هو يقول أمة عربية واحدة، احنا نقول ذات رسالة خالدة. تردد الشعار وبدا. فالشيء اللي حصل بعد قراءه الاسماء وطلعوا، السيد الرئيس الجديد صدام لقى كلمة، بالكلمة خلاصتها أشار إلى أنه تكلم مع الرفيق عزة الدوري النائب ماله عن يعني أحد الرفاق في القيادة القطرية، يعني قال له أنا أشوف محمد عايش في عقل محمد عايش نقطة سوداء، وهذه النقطة السوداء يعني تفضي إلى التآمر. فكلف عزة أن يتابع هذا الموضوع، فحكى وقال بعد فترة إجاني عزة قال لي لا ترى الرفيق عنده رأي، وكأنما شلون يعني مسألة احنا نسميه تكتل او كذا، يرغب بان يبقى الرئيس يعني بهال، ما عنده نية تآمر او. نعم. كذا. قالوا مرة اخرى كلفت الرفيق طارق عزيز وكلمته وقلت له نفس الشيء، وايضا تابع وايضا بعد هذا الموضوع، الى ان وصل الى حد ان قلت لهم أن الموضوع وصل إلى حد التآمر، والتآمر راح يعني يكون بين وراح تكون خسارتنا كبيرة يعني بهالاتجاه هذا. لذلك بمعنى أنه إحنا عجلنا الآن وكشفنا، لأنه الموضوع اللي انطرح فعلا كان خطر على مستقبل العراق وعلى ما يعني يريد الرئيس صدام. هذا كلام هو ولا تفسيرك؟ لا، هو الواقع هسه أنا أحكي. الواقع شنو؟ أنه كان خطر فعلا. الواقع من كان البكر رئيس كان مطروح الوحدة العربية بين العراق وبين سوريا، وحدة الحزب ووحدة الدولة، وصلت إلى مراحل نهائية. رأي الرفيق صدام ما كان بهذا الاتجاه.
فسيشكلون خطر عليه بالتالي. نعم. بس هل كان هناك محاكمات حقيقية أو صورية؟ والله أنا قبل المحاكمات إذا تسمح لي. إيه تفضل. يعني هاي الوحدة راح يصير يعني أصير تبا يعني شو اسمه سنة مثلاً الرئيس البكر وسنة حافظ أسد والحزب. الرفيق صدام راح يكون دوره يعني مو ذاك الدور اللي هو يطمح إليه. فصارت هذه الحالة انقضى على آمال الوحدة العربية، لأن هذول اللي انعدموا هم كانوا يخططون وكان مقترحين أن تكون وحدة عربية بين سوريا وبين العراق مباشرة، ويكون حافظ أسد أمين سر قطر العراق، وعبد الخالق السامراء نائب ماله. نعم. وبالدولة الاتحادية هم حافظ أسد وعبد الخالق السامراء. يعني هذا الاجتماع، اجتماع قاعة الخلد وإعدام بعض على هذا الهدف، هو أجهض محاولات الوحدة العراقية. هذا السورية. نعم. هو هذا اللي أدى رغم شعار الحزب غريب. هو هذا اللي أدى الرفيق صدام. وشافه راح يتحقق فأجهض هذه الحالة. طيب مفهوم. بس صار في محاكمات حقيقية باعتقادك أو كانت صورية فقط؟ والله أنا صاحب حظ وخدمة قبل تلاوة الأسماء. يعني أنا الحقيقة ما شفت بعيني. هذا واحد. بس أنقل على اللي كانوا بالمحكمة. نعم. إحنا اللي عرفنا المحكمة برئاسة الرفيق نعيم حداد. بها عضو يعني وطلع يعني أعتقد أكثر من مرة بالإعلام. نعم. أيضا يعني من أعضاء القيادة وتوفى. يعني قال أنا أشوف يقفون متهمين أمام رئيس المحكمة نعيم حداد ويسلمون جهات أمنية يسلمون نعيم أوراق ورأسا يصدر الحكم بدون ما نسأله، أنت إعدام، أنت 20 سنة، أنت 25 سنة. أوف. أي. بدون أن يحققوا أو يسألوا المتهم أي سؤال. لا تجي أوراق مكتوبة. أوراق جاهزة، قرار محكمة جاهز. نعم. أوراق جاهزة. فنعيم حداد من سألوا أعضاء المحكمة أنه أنت كيف تعرف هذا إعدام وهذا 25 سنة وهذا 20؟ قالهم والله أنا تجيني مكتوبة. يعني مش كلهم إعدام، في 20 سنة. تايع عبد الكريم هذا حكاها، عضو قيادة قطرية وتوفى يمكن قبل 4-5 سنين. وفي إعدامات صارت حكاها حتى بالإعلام. وفي إعدامات صارت قبل الجلسة، قبل الاجتماع قاعة الخلد. أيضا وذكر أيضا، يعني أنا حظ وبخت أنه ما شفت، وذكر أيضا بأنه صارت إعدامات حتى قبل انعقاد الجلسة. يعني منعتهم من عدم ورميهم بالرصاص قبل أن تشكل المحكمة. لماذا باعتقادك بكى صدام حسين في اجتماع قاعة الخلد عند يعني تلاوة الأسماء؟ والله يعني الـ أنا مو يعني محلل نفسي، لكن ما أعرف يعني تحليل الحقيقة حقيقة. يعني هل هو كان آسف على اللي حصل؟ هل هو يعني يشعر أن هناك أبرياء راحوا؟ ما أعرف، لأنه أحد الحضور معانا رفع يده وقال أبو عدي لا تبكي، البكي مو إلك. هاي الكلمة عندنا بالعرب يعني ما تقال، حشاك أنت ناقصة. فهاي تقال من واحد يبكي، رجل يبكي في مشكلة يقولوا له البكي مو إلك، البكي للنساء. فهو انتبه قال رفيق فلان أنت خوش رفيق بس فطير. شو يعني فطير؟ فطير يعني بفد واحد ما تفتهم. اي رده. فورا ما صار هذا يعني الحديث الجانبي اللي ورا ما بكى، تحدث كثير عن موضوع الحزب، وقال انه احنا انا حصتي اللي باقين هذول طلعوا
عملاء وكذا وهذه وأنا حط الباقيين من هالحكي هذا. بس هل ذكرك ذلك ما حصل في اجتماع قاعة الخلد؟ هل ذكرك بما يروى عن تخلص صدام حسين لاحقا من جميع من شاركوه في محاولة اغتيال عبد الكريم قاسم؟ والله هم كلهم يعني تقريبا 3 أو 4 من عندهم نجوا، ولا كل اللي شاركوا بموضوع اغتيال عبد الكريم قاسم كلهم صفوا، لكن ماكو شيء يدلل انه صدام صفاهم. يعني مثلا فؤاد الركابي هو امين سر القطر ومن الناصريه، وحكم ودوه الى سجن ديالى مدينتي، زين؟ نعم. ودى واحد مسجون يعني حسب الرواية وبسكين ضربه برقبته وما توفى، فحاول أن يودوه للمستشفى، حاولوا يعني البعض، ما أدري صارت محاولة أنه ما يوصل للمستشفى إلى أن توفى بالنزف. فماكو شيء يعني يثبت أن هو صفاهم، بس كواقع أنت من تريد تشوف النتيجة وتشوف الخارطة تنشر هذول اللي كانوا كلهم الصفوا، يعني تضعها في خانة المؤشرات، مش الوقائع يعني المؤكدة. ما يقدر واحد يعني مثل أنا مثلا ما أقدر أقول أنه نعم صدام صفاهم، ولكن كواقع هم صفوا. بس قبل أن نختم هذه الحلقة، ختام اجتماع قاعة الخلد كيف كان؟ كيف أنهاه الرئيس وكيف خرج؟ الختام الحقيقة كلف يعني الرفيق طارق عزيز سوى برقية أنه اجتمعت المؤتمر القطري والكادر للحزب المتقدم واستمعوا إلى موضوع المؤامرة الدنيئة الكذا، وقرروا طرد الخونة المجرمين من الحزب. الرئيس صلح له قال له وقرروا بالإجماع، أصر على كلمة بالإجماع. بالإجماع، وبعدين التفت إنه بالقاعة قال إذا أحد عنده اعتراض. زين، من هذا ابن أمه وأبوه يقوم يقول الله أنا اعترض ما أطرد هذول المتآمرين؟ كنا سكتنا، هي بالإجماع، بس هاي بالقلوب أنا ما أقدر أحكيها، يعني ما أقدر أقولها، بس هي حقيقة. يعني أكو من بين الجالسين يمكن هم يعني ما كان يعني مع هيك إجراء، بس من يقدر يقول أنا لا، قرروا بالإجماع خلاص. معالي الوزير، شكرا جزيلا على وجودك معنا في سلسلة هذه الحلقات من الذاكرة السياسية على العربية. نتابع وإياكم في بداية الحلقة المقبلة إن شاء الله الكثير من القصص التاريخية الشيقة مما شهدتم عليه في تلك الحقبة. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، نتابع وإياكم مع ضيفنا معالي الوزير العراقي الأسبق الشيخ كريم حسن رضا التميمي في الحلقة المقبلة، فأرجو أن تبقوا معنا. قطاعات عسكرية وأصبحت مواضعها شرق نهر دجلي. فالرئيس دجلي أمر أرسل لك أو استفسار، هو الحقيقة يعني، ودائما هو من يكتب معادي من دون الوزراء، الرفيق كريم، قطاعاتنا شرق نهر دجلة تغرق